قول عابد. طيب انا بتصل فيكم. رحت لانك موجود. ولوين رحت؟ على الموت. كيف ما كان اذا متت في واحد يدير باله على امي وعلى اختي. شباب هلأ جاي فرمان. ايه وشو المشكلة اذا اجا؟ لانه نحن بسببكم كذبنا على الولد وقلنا له انه ابوه مات. والله زعل كتير، ما ترك كلمة الا وقالها على التليفون. يلا مبروك افراح، ابوك طلع عايش. معلم عيب تحكي هيك. وحكيناها، يعني شو رح تعمل؟ يلا يلا امشي قدامي، يلا امشي. الكل يسمعني انت ويا ولا ما بدي حدا يقوم من محل ما هو قاعد. انتوا ثلاثه لبرا، وانت اطلع لبرا، وانت اطلع، انتوا اثنين روحوا وقفوا على الحيط. لك لا تتلوح، وانتوا اثنين على الحيط. يلا انت وانت روحوا وقفوا على الحيط، وانتوا لبرا، وانتو لعيبة الدومينو انت لبرا، وانت لبرا، وانتو اتنين روحوا وقفوا على الحيط. الجديد عم يلعب قمار بالقهوة؟ استنى. وقفوا بالدور. وهلأ عزرائيل بده أرواحكم. هلأ صار وقت قبض الأرواح، بس عزرائيل بده الجديد اللي مفكر حاله هربان. يلا دير ظهرك لشوف. وين بيكون الجديد؟ ما بعرف معلم. دور دور لشوف شو عم يعمل. قول لشوف وين بيكون الجديد. ما بعرف معلم. دور ولا دور. يلا اللي شو أثر هذا الحبل اللي على ظهرك؟ معلم أنا عتال ما بعرف شيء، وما لي شغل بالمنظمة أبدا. واقف. معلم والله أنا عتال ما لي بهالشغلة. افتح يديك لشوف. شو صار يعني؟ شايف واد العتال؟ إما بيكون أخوه بالجبل أو ابن عمه، وأكيد في واحد من قرايبينه. هي إذا ما بيعرفوا هو، وأحسن ما يتمرمغ كل يوم والتاني، خليه يموت ويخلص بقى. بكفي، خليه ينحرق الأخضر مع اليابس. ما رح ينحرق بالمكان اللي رح كون موجود فيه أنا، مستحيل الأخضر ينحرق. شايف هدول الخضر لما بيبسوا؟ ما أنا كنت مثلك، بعدين هيك صرت. كارا نحن مشكلتنا مو مع الجديد، شو بدك بكل هالعالم؟ طيب وكيف بدك تلاقيه بطريقة تانية؟ أنا رح لاقيه بطريقتي الخاصة. شو ذنب هدول الناس يعني؟ طيب شو كان ذنب هدوك الناس الأبرياء اللي قتلوا الجديد؟ شو بده يصير إذا مات خمسة هون؟ إلا ما يكون في حدا من هدول الساقطين بيعرف. إذا هدول ما عرفوا، حدا من معارفهم بيعرف. ما علينا، يلا روح. شو اللي صار؟ بتدوروا على الجديد بكل مكان، كل ما بيقتل الجديد واحد رح اعتبركم انتو يلي قتلتو يا ميماتي، عم تفهم؟ لا تطلع علي هيك عبد الحي، سويت اللي علي، غير هيك معه حق،
وانتو ما حسنتوا تلاقوا الجديد يا حبيبي. منين طلعت شغلة التنصت على السيد المحترم؟ السيد المحترم عم تضحكي علي مو؟ لمين هاي الأرقام؟ أنا ما عندي خبر، الشرطة طلبتهم. أنا شو بعمل؟ ليلى، طيب شو علاقة محاولة اغتيالك أنت بالسيد المحترم؟ بيلسان أنا ما دخلني بهالشغلة، عم دور بالجرائم مجهولة الفاعل والجماعة عم يقوسوا علي، عم لاحق أثر صح؟ طيب السيد المحترم هو اللي اتصل بالمنظمة وقالوني أوصوكي. يلا بنتي يلا، روح على بيتك وارتاحي وخدي التقرير تبعك وبعدين بترجعي، وأنا ما رح وقع لا هي ولا غيرها. أنت خايفة؟ لا تخبصي بقى ليلى، أصلاً أنا ما بحب التنصت، وبعدين إذا بدك جيبوا الدليل وخلينا نتنصت. سيدي إجا السيد أشرف. خليه يجي لنشوف. صبري اتصل بالمدعية خلينا نقول الحمد لله على السلامة. حاضر سيدي. كم سنة صاروا يا أشرف؟ أنت كنت بتجي لعنا كتير. نحن لما كنا نجي لعندكم ما كنتوا تطلع بوشنا. نحن كنا على طول نطلع بس على عيونك يا أشرف، بس بتعرف عدائنا كتار وأصدقائنا كتار، حتى عدونا كمان بغار وصديقنا كمان، ولهيك نحن ما كنا نطلع. فضل. كيف ماشي معك التقاعد سيدي؟ شو كأنك جاي تحيلني على التقاعد يا أشرف؟ أيوة معلم. أنت بتعرف إنه مجلس الختيارية تخلوا عنا، لهيك لا تجبروني أرجع لقلب الأمة. طيب سيدي مثل ما بتكون، أنا اقتراحي المتواضع ذكراكم بعقول الناس منيحة، بتمنى أنكم ما تخربوا هاي الذكرى. على كل يا أشرف وصلت الرسالة وراح نناقشها مع أصدقائنا كمان. طالما أنتوا رح تناقشوا هالرسالة معلم، أنا برأيي إنكم تقترحوا السلطة على السيدين الاثنين، لأنه هالقرار رح يشملهم اثنيناتهم. واحد رح يسمع كلمتي والتاني ما رح يسمع، بس رح خبرهم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. شو يعني هاي الصلاة؟ قاعدين يقتلوا بشعبنا وحضرت جنابك لهلأ عايش بالعادات الإقطاعية؟ يا ابني لا تخليني كسر لك عظامك. لو تكسر عظام العميل مراد علم دار بدل ما تكسر عظامي ما بيكون أحسن لك؟ يلي عم تقول عنه عميل هو اللي أنقذ لي حياتي. ليش أنقذ حياتك؟ حتى يقدر يستعبدك. صار معروف تكتيك الإمبرياليين. ايه بصير عبد 40 سنة أحسن ما يجي يستعبدني لبلدين مثلك. لا تخليني اقتلك، ما بتطلع عندك أبي والله بقتلك. استغفر الله العظيم واتوب اليك. لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. بابا كم مره لسه بدك تعيشني بموتك؟ احسن من شوفت موتك ما فيه. لا انت شو عرفك بموتي؟ بدي اسالك، ابوك كم مره مات بحياته؟ فرمان هاي المرة ما رح أسكت. أنت ما حبيتني، أنا متأكد أنك حبيت الإرهابيين اللي قتلتهم أكثر مني. طيب شوف آخرة اللي بحب. شوف شوف، أنا بعمري ما حبيت أنه شي يموت، بحب اللي بيعيش طبعا، واللي بحبه أكثر اللي بيعيش للأبد، وشايف هاي الدولة والوطن هن للأبد. ايه اللي بدها تعيش الدولة. فرمان نزل السلاح. عم بتقول الموت؟ افهم بالأول شو هو الموت. فرمان نزل السلاح.